بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيدة الجمهورية السيدة رئيس مجلس النواب السيدة رئيس مجلس القضاء الأعلى القادة السياسيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الحضور الأكارم أقف اليوم بينكم أقف اليوم بينكم في هذه المناسبة العزيزة مستحضراً كل القيم التي حفل بها تاريخ الجهاد والنضال العراقي واستذكر بكثير من اعتزاز تضحيات المجاهدين الابطال من البدرين في منظمه بدر التي قدمت الكثير من التضحيات من اجل حفظ كرامه العراقيين وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان ازعم ان القيم الروحيه الاصيله والمبادئ الوطنيه التي رفضت الظلم والاستبداد وهي التي حددت مسارات مقارعه الدكتاتوريه ومقارعه نظام القهر والتعدي والوقوف وبوجه انحرافات النظام الدكتاتوري الصدامي العراقي بطبيعته رافض للظلم والعراق وثقافته رافض للظلم وهذا الرفض أثر على سلوك العراقيين وحدد الكثير من سماته العراق تدفق في شريانه كل ينابيع الإنسانية وعلى أرض العراق العظيمة سطرت منذ فجر البشرية القيم الإنسانية والعلوم والقوانين وهنا على هذه الأرض ولذا أول معنى لمفهوم الدولة اليوم يجب أن نعترف يجب أن نعترف أننا نعيش أزمة سياسية ونجتهد في إيجاد الحلول وأحياناً مع الأسف الشديد نجتهد في ابتكار العوائق والانسدادات، وعلينا ان نعترف وبكل صراحه، بان شعبنا قلق من المستقبل، وان شعبنا قلق من نتائج الانسداد السياسي، بما يعرقل مسار حياته، فالشعب اوفى بعهده مع الدوله، والعراقيين اوفى بالتضحيات من اجل العراق. شعبنا مؤمن ان النظام الديمقراطيه هو الحل وشعبنا مؤمن ان الامل تصنعه الديمقراطيه الحقيقيه والتداول السلمي للسلطه وحب الوطن والدفاع عن الدوله ومقدراتها والولاء لهذه الارض اولا وثانيا وثالثا امامكم ايها الاعزاء وامام كل العراقيين وفي هذا الشهر المبارك الكريم اود ان اسال سؤال الى نفسي ولا كل قاده البلد ولا كل العراقيين هل هناك ازمه حقيقيه في الانسداد السياسي؟ هل هناك ازمه جوهريه اليوم ام ان الحديث عن شكلها فقط؟ نعم هناك ازمه سياسيه يجب ان نعترف. ازمه سياسيه في شكلها العام خلاف دستوري وتضارب في تعريف اداره الدوله. لكن انا شدكم بالله عليكم. ما هو جوهر هذه المشكلة الحقيقية؟ ما هو المشكلة؟ هل هي أزمة انسداد؟ أقولها بكل صراحة المشكلة ليست مشكلة دستورية وليست مشكلة انسداد سياسي أكو أزمة ثقة حقيقية فكيف ننتقل بالعراق والعراقيين إلى بر الأموال طريق إعادة الثقة فيما بيننا ومن الطبيعي جداً أن نكون وسط أزمة الثقة عندما نقرر عدم مواجهتها وتشخيصها بوضوح وصراحة قبل المضي إلى أي حل سياسي أو خيار سياسي آخر لمعالجة الاستاذ الحاصل اليوم علينا أن نفكر باستعادة الثقة وأن نبادر لكي نخلق أجواء استعادة الثقة فيما بيننا قد تكون الكلمات أيها الأخوة خرجت عن إطارها ولكن نحن أمام التاريخ وجب أن نكون صريحين إن العديد من الأخوة الحاضرين اليوم من أصحاب المبادرة في مقارعة النظام القمع الاستبدادي ومحاربة الإرهاب كانت وما تجمع بينها الكثير من أواصر الثقة المتبادلة وكانوا في الأمس يحاربون الدكتاتورية بروح التكامل والتعاون والثقة الكاملة فلماذا اختفت هذه الثقة اليوم وعلينا أن نعمل على إعادة هذه الروح إلى أنفسنا وهو الطريق الوحيد السليم لعبور الانزلاق الى انسداد قد يكون في وضع العراق في وضع صعب. يجب على قوانا السياسيه الوطنيه جميعا ان تقطع بدورها الخطوات اللازمه لترميم الثقه فيما بينها. الخطوه الاولى هو الكف عن التهام والتخوين والطعن بالانتماء للوطن وبالدين وبالمذهب. كفى طعنا وتشويها واستغلالا غير منصف للمنابر. شعبنا قلق ولا يريد العودة إلى الوراء بصرف النظر عن المزادة السياسية هنا هناك ولكن شعبنا يعتقد أنه خطأ خطوة للأمام ولا يريد التقدم إلا إلى الأمام ولا يريد التراجع ولن يعود إلى الدكتاتورية ولا الفوضى والصراعات الأثنية أستذكر الكثير من الوجوه الأصيلة الموجودة اليوم التي جمعتني وإياهم تاريخ طويل من أيام المعارضة وما بعد ذلك واستحضر بكثير من الاعتزاز تضحيات شهدائنا الكريمة على هذا الطريق كما استحضر تضحيات التي قدمها شعبنا في مواجهة أعتى هجمة إرهابية منذ عام 2003 ووصلت ذروتها في تنظيم الداعش الإرهابي أستذكر شهداء العراق الذين ضحوا على طريق الحق ولحفظ حياة العراقيين وكرامتهم شهداء التفجيرات الإرهابية وشهداء الحرب ضد داعش وشهداء القتل وشهداء قواتنا المسلحة والأمنية وشهداء الحج الشعبي البطل كل هذه التضحيات الكبيرة قدمت فداء للعراق ومن أجل العراق ومستقبل العراق وكل قطعة دم سالت على أرض هذا الوطن لها صوت وروح ومعنى وموقف وكل ألم ووجع مر به عراقي من أقصى البصرة إلى أقصى تهوك يستحق ان نقف مرارا وتكرارا للقول ان العراق هو نتاج ثقه عمرها سبعة آلاف سنه. وان اي معادله سياسيه واجتماعيه امنيه لا يمكن ان تحل الا عن عادة الثقه لهذا البلد الا على قاعده البناء والثقه المتبادله، الثقه بوطننا، الثقه بعراقنا، والثقه بتاريخنا ومستقبلنا. لا اريد الاطاله ولكن اريد ان اقدم بجزيل الشكر والاعتزاز الأخوة الأكارم في منظمة بدر لهذه الدعوة الكريمة داعين لهم بالتوفيق على طريق خدمة شعبنا كما أشكر الأخ المجاهد الحاج هذه العامل وجهوده الكريمة وتضحياته الغالية لسعيه الدائم لزرع الثقة وتكريس التآخي تقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم ورحمة الخلود لشهد العراق والسلام عليكم